سلام البنات، شوفوني وين، شوفوا وين درت لكم فلوغ. توحشتوا الحوايج هذه، يا درت لكم روتين وفلوغ في عزابة. هنا جبت معايا اصحابتي تاع الليسي اللي يخدموا معايا وجيت. اول حاجه هنا جبتهم العزابة، دورتهم شويه تغدوا، وغدوا ان شاء الله البروغرام تاعنا راح نروحوا لسكيكدا. هنا اديتهم الفاست ميل، الحق الماكله ما عجبتهمش، ومسكينه كرامه صرفها تير. نقول لها ام سوري بيبي، المره الجايه نديك البلاصه ما خير. بعد ما كملنا الغداء خرجتهم يدوروا في عزابة، ديتهم للسيبة باه يشرو شوية حوايج ناقصينهم. عرفتهم على عزابة الجميلة. بعد ما كملنا شرينا هنا رحنا لهذا اللي حل جديد بريزي مود. هو فاست فود ويبيع مام الحوايج سكري. هنا رحنا باه ناكلو غير حوايج حلوين. هما اول حاجة طلبوها القهوة، يموت على القهوة، كوم يشربوش قهوة في قاعدة يجنوا. انا بقيت نتفرج عليهم الحق حتى كملوا القهوة تاعهم هذيك. من بعد طلبنا لينا احنا كامل. بالنسبه لواش طلبنا هنا حوايج حلوه، جبنا تشيز كيك، جبنا هذه الموس تاع الشوكولا، وطلبنا معاها موخيتو. الحق الحوايج كانوا باهيين، يهبلوا يهبلوا يعني. البنات تاع الزبه اللي اذا ما تعرفوهش روحوا له والله يهبل. مام لي بري تاعو سافا، مش شغالين ياسر. جربنا الموخيتو مره وحصلنا فيه، وعدنا وين نروحو موخيتو، ما نشوفو حتى حاجه وحده اخرى، لا جوي لا والو، غير موخيتو موخيتو. الحق الموخيتو تاعو عجبني عجبني عجبني، هبل بنين بنين بنين. البري تاعو والله نورمالمون ب20 ولا ب30 نسيت. بعد ما كملنا الدورة تاعنا روحنا لسيتي، تعشينا في الريستو وطلعنا الفوق هنا للفوايي. توحش لي قاعدة في الفوايي البنات، كما مالفين تشوفوني ديما نقعد فيه. قعدنا حلقناك، شربنا تاي وحكينا شوية. والغدوة الصباح سجينا روحنا باه نروحو لسكيكدا. هنا هذايا حجابي تاع العيد لبستو الافونس، حاجة سامبل بركة، الموف هذا، وهزيت معاه توت باك وكونفيرس، يعني لبسة صيفية سامبل بامتياز. والانطلاقة الى سكيكدا. ديمارينا روتار باسكو انا كان عندي سيمينار، كانوا يستنوا فيا في لاسيتي مساكن. ديمارينا جويه الساعتين وصلنا على 3، رحنا ديريكت نتغدو. هنا جينا للرستوران هذايا اللي مقابل الشط، والله نسيت اسمه البنات. طلبنا كالامار مع لاصوص، طلبنا بلا فاريي فيه السكالوب كما راكم تشوفوا، فيه سلطه والبطاطا، وطلبنا ماسيدوان. الماكله تاعو كانت نقولوا 7/10، ما كانتش بنينة ياسر، بصح القعده الحق توب يعني. كون جربنا حاجه واحده اخرى بلاك جينا مليحه. بعد ما كملنا تغدينا هبطنا للشط، قعدنا شوي صورنا شوي، نحينا هذيك الغمة تاع العام كومبلي وتاع التعليم وتاع تبسة وتاع الهم اللي كنا فيه. الحق يعني عقبنا يوم ما شاء الله، وكنا نحلم بهذا اليوم يعني. بس كان شوية ظروفهم صعيبة، أنا أصلا طلع نقرأ في عزابة وهما أصلا ما همش من هنا يعني، بهجبتهم عندي هنا يعني، جات شوية صعوبات، بس الحمد لله طلعتهم معايا، حوسوا نحو عبالهم واستمتعنا. أخلاص احنا بعد ما كملنا قعدتنا في
البحر وصورنا وقضينا أمورتنا كامل، قلنا نروحوا نشوفوا كشمة بلاصة ناكلوا فيها حاجة أحلوة، وكان اختيارنا The Big One باسكو كان ديجا جاي مع الطريق. ملقيناش عنده الحوايج ياسر، يعني كلش فض، طلبنا ميكس فخوة، واحد بالفخوي واحد بنان بالنوتيلا، باهيين خلاها الحق يعني بنان خلاه. وهكا حبيباتي كملت لا فيديو تاعي، ان شاء يكون عجبكم، ان شاء تكونوا استمتعتوا معايا، وحبيت نقول لكرمه وصابرين شكرا حبيباتي لانكم لبيتوا الدعوه تاعي وطلعتوا معايا حوستوا، والنهار هذا يا ما يتنساش، نحبكم ياسر خلاه. سلام. مرت الايام بسرعه، ما زلت تذكر اليوم الأول للقائنا؟ قضينا معا فترة قصيرة، كنت خلالها أفضل شخص تعرفت إليه في حياتي كلها. أعدك أن تكون صداقتنا حقيقية إلى الأبد.